بتتابع النهارده زواج الامير هاري من الممثله الامريكيه ميغان ماركل، ومتابعه الناس لقضايا طبعا من هذا النوع. ما هو ده جزء من طقوس الملكيات الاوروبيه يعني. والامير هاري هو الابن الثاني للاميره ديانا صاحبه الماساه الكبيره، يعني ثاني أكبر الأبناء. وهو في هذا الزواج بيحطم كل تقاليد الملكيات الأوروبية القديمة. عايز أقول لكم إن الملكيات الأوروبية كانت دائما بتتمسك بمجموعة من التقاليد والقواعد الصارمة جدا، يعني منها عدم الزواج من أجنبية، منها عدم الزواج من مطلقة. ميغان ماركل أمريكية ومطلقة، وبالتالي لو عايز أستعيد معاكم إنه في ملك في إنجلترا إدوارد الثامن تنازل عن العرش لأن اللي بيحبها ميزيس سيمبسون أمريكية ومطلقة، فأجبر على التنازل عن العرش لأنه ما ينفعش يتجوز أجنبية وما ينفعش يتجوز مطلقة. فشوفوا إزاي الملكيات الأوروبية حتى بتتطور بشكل كبير، وبدأوا كمان إنه مفيش مانع إنه حتى الأمير يتزوج من بنت ليست أرستقراطية يعني، وممكن تكون مطلقة. ده كان في الماضي مستحيل إلى حد زي ما بقول لكم يتم إجبار ملك وهو إدوارد الثامن لما أحب ميسيس سامبسون إلى التنازل عن العرش خصيصا من أجل ذلك. كمان أقول لكم وقع الملك خوان كارلوس ملك أسبانيا كان بينصح ابنه فيليب السادس، قال له أوعى تتجوز واحدة مطلقة. شوف عقليتهم في الملكيات زي عقليات المجتمع المصري أحيانا يتعامل بده أيضا. ما تتجوزش واحدة مطلقة ليه؟ قال له لأن ما تخليش في يوم من الأيام حد يقول لك انه ضاجع زوجتك، انه ضاجع الملكة، فده يبقى وصمة عار. يعني شوفوا حتى الملكيات الاوروبية، ده الملك خوان كارلوس بيقول لابنه فيليب السادس، حتى الملكيات الاوروبية بتتعامل يعني حتى وفقا لي مع في عقليات شرقية كده، لا تتزوج من المطلقة اصلها يعني كانت متزوجة من شخص آخر يعني، فده يبقى عيب وعار. هم كانوا كده بدليل زي ما قلت لكم نصيحة الملك خوان كارلوس لابنه يعني. وأيضا زي ما قلت لكم كان صعب جدا في الملكيات الأوروبية، سواء بقى في السويد، في الدنمارك، في هولندا، في كل الملكيات الأوروبية إنهم حد ممكن يعمل كده. لكن خلاص في واقع بيتغير، بدأوا يتخلوا عن هذه التقاليد الصارمة اللي زي ما قلت لكم كانت تؤدي إلى التنازل عن عرش، تجبر أي شخص على أنه يتنازل عن عرش. لم تعد موجودة لأنه التفكير بيتطور حتى داخل هذه الملكيات. تعالوا نشوف هذا التقرير اللي رصد حالة، وطبعا الناس وهي بتشوف ده مش ده اللي بيجيب السعادة، بدليل أنه أم الأمير اللي بيتم الاحتفال بزواجه انتهت حياتها بمأساة، واحدة من أكبر المآسي التي يتحدث عنها الجميع، وهي مأساة الأميرة ديانا بجمالها كله، بأعمالها الإنسانية، بحب الناس لها الشديد. لكن مع ذلك عانت في حياتها الزوجية ودفعها ذلك إلى خيانة زوجها حسبما اعترفت هي كمان، وأدى ده كمان إلى المأساة الأخيرة اللي أدت إلى وفاتها أو مصرعها مع دودي الفايد في الحادث الشهير. All over like a turning blue, kinda like it. Raise it up.
Looking from the window above, it's like the story of love. Can you hear me? Came back only yesterday and moving further away. I will. Won't you need me? I will. في حفل أسطوري ضخم جمع بين الملكية البريطانية وبري كوليود، تزوج الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميغان ميركل اليوم. وتابع مئات الملايين من الناس في أنحاء العالم حفل زفاف حفيد الملكة إليزابيث المحبوب ونجمة مسلسل سوتس في كنيسة سان جورج التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة واندسر. ووصل الأمير هاري إلى الكنيسة برفقة شقيقه الذي قضى معه ليلة الجمعة في الفندق، ثم الأميرة تشارلز وزوجته كاميليا. ووصلت ماركل إلى الكنيسة مع أمها التي قضت معها أيضا ليلة الجمعة في فندق فاخر، وكانت العروس ترتدي فستانا أبيض طغت عليه البساطة، بينما كان مكياجها أقرب إلى وجهها الطبيعي. وحضر العديد من المشاهير والنجوم الحفل مثل الممثل جورج كلوني وزوجته المحامية أمل عالم الدين، ولاعب كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري. بينما ضجت شوارع المدينة التي تقع على بعد 30 كيلو مترا إلى الغرب من لندن بمئات الأشخاص. هاري البالغ من العمر 33 عاما هو السادس في ترتيب ولاية العرش، وميركل 36 عاما ومطلقة، أمها أمريكية من أصول إفريقية وأبوها أبيض البشرة. كان قد تم الإعلان عن بعض الشروط المفروضة على المدعوين، فبالنسبة للنساء المطلوب هو أن ترتدي فستاناً أنيقاً يغطي الركبة، بالإضافة للأحذية التي يجب أن تكون مقفولة من الأمام. يمكن للضيفات اختيار أي ألوان يرغبن فيه باستثناء الأسود والأبيض، فالأسود يعد لون الحزن، أما الأبيض فيجب الابتعاد عنه حتى لا تحدث مقارنات مع فستان العروس. بالنسبة للحفل المسائي فترتدي النساء الفساتين الطويلة الفخمة، وتتراجع القبعات لتحل محلها التيجان والأطواق الماسية لزينة الشعر. زي ما قلت لكم مش دي السعادة، يعني البعض ممكن يعتقد من مظاهر البذخ والفخامة والطقوس اللي شفناها جميعا إلى حد أنه بيتحول إلى مشهد سياحي، يعني يأتي السياح من دول العالم المختلفة لمشاهدة هذا الزفاف يعني. لكن ده يعني مش هي دي السعادة، زي ما قلت لكم انه ديانا اللي ربما اشهر من تصدر هذه المشاهد دائما واللي احبها الناس بشدة بسبب عطائها الانساني، انتهت حياتها بمأساة. يعني يمكن للحياة البسيطة كمان انها يعني تكون اكثر سعادة، يعني لان الناس طبعا بتتابع ده على اعتبار انه وكأنها جزء من المعالم السياحية يعني، او مجتمع يتخيل البعض انه مجتمع ليس بشريا، لا هو مجتمع بشري تماما، وزي ما قلت لكم حتى بدأوا يتخلوا عن التقاليد الملكية اللي كانوا بيعتبروها مقدسة لا يمكن التنازل عنها. قبل ما نطلع